السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نستهل به فعاليات يومنا العلمي آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أي السيدات والسادة، فلنقف جميعا وقفة إجلال لنشيد بلادنا الوطني. السيدات والسادة، مرحبا بكم جميعا في حدث علمي مهم تقيمه كلية الطب بالجامعة الليبية الدولية. هذه الجامعة التي تعزز في كل يوم ريادتها وتؤكد في كل ساعة شراكتها مع محيطها ومجتمعها، وتؤكد في كل يوم شراكتها مع محيطها ومجتمعها. السيدات والسادة، نلتقي اليوم بين قيمتين عظيمتين، قيمة العلم وقيمة الوفاء. فأما الأولى فهي أساس ومرتكز هذا الصرح العلمي الذي يسعى حثيثاً بكل ما أوتي من خبرات وقدرات ليكون في قلب التطورات العلمية العالمية، وكيف لا وقد اتخذ منها منهاجاً وسبيلاً. فلا عجب اليوم أن يعقد لقاءً علمياً يتناول قضية هي حديث الأواسط العلمية، بل حديث البشرية جمعاء، ألا وهو الذكاء الاصطناعي. وقد رأت كلية الطب أن يكون محوره المجال الطبي، وسيثري هذا المحور اختصاصيون وباحثون، كما سيكون أيضاً لخريجينا وطلابنا حضورهم الفعال من خلال بحوثهم وملصقاتهم وورش العمل المشاركين فيها. السيدات والسادة، القيمة الثانية التي نحتفي بها اليوم ونعليها هي قيمة الوفاء لمن أعطى وأجزل العطاء، وإن غابت عنا روحهم فإن جسدهم وعلمهم ونبوغهم بقي بين طلابهم وزملائهم يستحضرونه في كل لحظة. فسلام على قامتين علميتين منارتين في سماء الطب الليبي. سلام عليك في مقامك العلي الأستاذ الدكتور جمعة الفيتوري، وسلام عليك في مقامك البهي الأستاذ الدكتور سعيد الظني. السيدات والسادة، مرحبا بكم من جديد في ضيافة كلية الطب إحدى صروح الجامعة الليبية الدولية. نستهل الآن كلمات الفاعلية العلمية مع السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد سعد، فليتفضل مشكور. بسم الله،
والصلاة والسلام على رسول الله. سادة الضيوف الكرام، زملائي أعضاء هيئة التدريس، أولياء أمور طلابنا، طلاب جامعة الليبية الدولية، كل الضيوف الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير. لعلنا اليوم في السادس من شهر ذي الحجة، في هذه الأيام المباركات، ونحن نحتفي بالعلم، نؤكد على أهميته في هذه الأيام المباركة، فإننا نستمطر شابيب الرحمة على من فقدنا ممن كان مساهما في تأسيس هذه الجامعة، أستاذ الدكتور سعيد الزني، وأيضا الأستاذ الدكتور جمع الفيتوري. دعا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جنانه. نلتقي اليوم في هذه الجامعة في محراب آخر للعلم، ونحن نحتفي بالعلم، ونشدد على أهمية اللحاق بركب العلم. كنا نقول منذ تأسيس هذه الجامعة بأن الطلاب الجالسين على مقاعد الدراسة الآن مقدر لهم أن يعملوا 40 سنة القادمة. تلك السنين القادمة أو السنوات القادمة تختلف تماماً على ما تعودنا عليه، ولذلك لن يكون مجدياً على الإطلاق أن يدرس هؤلاء الطلاب وأن يتم تعليمهم وفقاً لمنهجية واستراتيجية لم تعد مجدية، لم يعد مجدي التلقين والتحفيظ، لم يعد مجدي الارتهان بمناهج عفى عنها الزمن، لم يعد مجدي حفظ معلومات ربما تتجدد وتتغير في وقت قصير قد لا يتفاوت يوم تخرجهم. ولذلك كان التركيز منذ البداية على تغيير استراتيجيات التعلم في هذه الجامعة. لم يعد التلقين والتحفيظ هو الأساس، وغيرنا المناهج بما يشمل اندماجها واستراتيجية التعلم الذاتي المرشد، التي تؤكد على أهمية أن يكون المهارات ومواكبة العلم والتطور. كنا نقول منذ تأسيس الجامعة بأن مهمتنا هي في اللحاق بذلك الركب، وربما مبدأ أن نكون أو أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون كان هو النشق الذي جعل كل أسرة هذه الجامعة بكل محتوياتها بما فيها من طلابها يسابقون الزمن. لم تكن المهمة سهلة، ولكنها نجحت بفعل تلك الإرادة التي كانت موجودة في كل أسرة أعضاء أسرة هذه الجامعة. ليس فقط منهجية واستراتيجية التعلم، ولكن أيضا في استحداث التعليم الإلكتروني عندما بدأناه في سنة 2009 كان يعتقد البعض بأن ذلك استزادة وإضافة ليست بالضرورية، ولكننا أدركنا أهميتها عام 2020 عندما حدث الإقفال العام، أوقفت العملية التعليمية في كل جامعاتنا إلا هذه الجامعة. منذ اليوم الأول انتقلت إلى تعلم عن بعد، ونجحنا في ذلك لأن طلابنا كانوا مهيئين وأساتذتنا كانوا مدركين. هذه التجربة أو بالأحرى
هذه الحادثة أكدت لنا نجاعة تلك المنهجية. نحن نريد أن نواكب التطور في العالم اليوم، ليس رغبة في المباهاة أو في مجاراة الآخرين، ولكن هي أهمية الولوج في هذا العصر، عصر المعرفة. في هذا الصباح سألت بالذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي وطلبت منه أن يعد لي كلمة في هذا اللقاء. أريد أن أسمعكم ما ذكره الذكاء الاصطناعي بالرغم أنني لم أعطيه أي تفاصيل. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكأنه يعلم أنني مسلم أو لربما هويته الإسلام ولا أعتقد ذلك، ولكنه تخلص من ذلك التعصب وأصبح يعامل الجميع على قدم المساواة. قال لكم الشات جي بي تي على لساني: أهلا وسهلا بكم في هذا الحدث المميز الذي يتناول موضوع الذكاء الاصطناعي في الطب. إن استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الطب يمثل تحولا كبيرا في مجال الرعاية الصحية، فهو يساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية وتقليل خطأ التشخيص وتحسين عمليات العلاج. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب يمكن أن يسهم في توفير حلول طبية مبتكرة وفعالة وتحسين التشخيص المبكر للأمراض والتوقعات المستقبلية لتطور المرض، كما يمكن أن يساعد في تحديد أفضل خطة علاجية لكل مريض بشكل فردي وتحسين نتائج العلاج. إن هذا الموضوع يعد من أهم الموضوعات التي تهم المجتمع الطبي والصحي، ونحن متحمسون للتحدث حوله والاستفادة من خبرات الخبراء في هذا المجال. نأمل أن يكون هذا الحدث مفيداً ومثمراً للجميع، ونشكركم جميعاً على حضوركم وتفاعلكم. شكراً لكم وشكراً للشات جي بي تي. والآن مع كلمة السيد عميد كلية الطب الدكتور جمال الطلحي، فليتفضل مشكوراً. بدايةً أرحب بالحاضرين السيد دكتور الأستاذ دكتور رئيس الجامعة دكتور محمد سعد، السادة الوكلاء، العمداء، مدراء إدارات ومراكز ومكاتب الجامعة، السادة الضيوف، السيد المسجل العام، أعضاء هيئة الرئيس ورؤساء الأقسام، اتحاد الطلبة، أشكر لكم جميعا حضوركم اليوم لهذا الحدث الذي تقيمه كلية الطب كبقية كليات الجامعة كل عام، وهو اليوم العلمي لكلية الطب. رأينا هذه السنة أن يكون الذكاء الاصطناعي هو المحور، لأن المتغيرات الحديثة تفرض علينا أن نتغير معها. الذكاء الاصطناعي أصبح موجود حقيقة وتتطور وتتغير كل يوم. لعل المجال الطبي هو أكثر المجالات التي ستتأثر بهذا التغير. نحن نتحدث عن تغير كبير جدا في طرق التشخيص، في توقعات الأمراض، في تحليل البيانات، في إدارات، حتى في سياسات وإدارات المستشفيات. التغير الذي نراه الآن والذي نعتقد أنه سريع سيكون أسرع بكثير عندما تكتمل الصورة فيما يخص الذكاء الاصطناعي والتغير الذي سيصيب بقية القطاعات أيضا. لعلنا نعرف جميعا من الآن، وسمعنا ما حدث في العالم من استخدامات للذكاء الاصطناعي. بطبيعة الحال احنا من مدة غير بعيدة كنا نطلع على اخبار كيف ان الذكاء الاصطناعي اصبح يحلل على سبيل المثال ما يخص الأشعة، تخصص الأشعة، يعني اصبح كل انواع الأشعة تحلل ويجيك التقرير جاهز بدون اي جهد.
فأصبح الأمر كأن وظيفة الطبيب الأشعة أصبحت في خطر. الجراحات أصبحت تتغير. منذ أسبوعين كان في جراحة لطبيب مريض لديه مرض الرعاش بدون فتح وباستخدام كامل الذكاء الاصطناعي. هناك عمل كبير جدا فيما يخص الأدوية وصناعتها وسلامتها واستخداماتها، وكل هذا يصب في مصلحة المريض. رأينا أن نكون في وسط كل هذا التغيير أو التغير، لأننا حقيقة لن نستمر في تعليم طلابنا بالطريقة التقليدية التحفيظية التلقينية والعالم يتغير من حولنا. طلبتنا وخريجونا سيكونون خارج جامعاتهم صورة للجامعة، ويجب أن يكون ندا لأقرانهم في الجامعات الأخرى. يعني لا يصح أن طالبنا يجي في دولة معينة ويلاقي نفسه يقول في كلام بعيد جدا عن الواقع، والعالم تغير والطلب أصبح يتكلم ويتحدث بلغات مختلفة تماما. الذكاء الاصطناعي أصبح حقيقة ويجب أن نتعامل معها. اليوم نحن لسنا خبراء في الذكاء الصناعي، ولكن رأينا أن نوجه هذا اليوم العلمي في هذا الاتجاه حتى ينتبه الجميع، سواء كان الجامعة أو الكليات أو الطلبة أو أولياء الأمور، أن الأمور تتغير وبشكل سريع جدا. نحن نعلم جميعا أن حتى التدريب الطبي، نحكي عن كلية الطب، التدريب الطبي أصبح وجود مريض يعاني من أمراض ومشاكل كبيرة في غرفة وحولها حوالي 10 إلى 15 إلى 20 طالب، هذا أصبح شيء من الماضي يجب أن يتغير. أصبح استخدام التكنولوجيا، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام مانيكانات، استخدام الابليكيشنز، هنا يدرب الطبيب أو الطالب اللي حيكون طبيب على أفضل وأسلم وأكثر تطوراً وأكثر سلامة التكنولوجيا في هذا الأمر. أعتقد أن إحنا بإقامة هذا اليوم العلمي سنتمكن في نهاية المطاف من أن يكون عندنا فكرة على ما هو آتي حتى نستعد له. الحقيقة إحنا رأينا برضو أن يكون فيه بعض ورش العمل استخدامات تشات جي بي تي أو استخدامات بعض الابليكيشنز في المجال الطبي. نحن نعرف أن الطلبة هم الأساس، ولهذا السبب كان النشاط كله تحت إشراف وبتسيير من طلبة الكلية. برضو عرفانا بجميل ويعني إكراما لروحين ساهما في هذه الجامعة، الأستاذ الدكتور المرحوم سعيد زني والأستاذ الدكتور المرحوم جمع فتوري. رأينا أن يوم الغد سيكون يوم تأبين لهما، وأتمنى أن يكون الحضور بقدر التقدير لهؤلاء الأشخاص الذين ساهموا سواء كان في هذه الجامعة أو في المجال الطبي على مستوى مدينة وعلى مستوى على مستوى الوطني أيضا. نتمنى لكم يومين حافلين بالفائدة، ونتمنى منكم برضو تشجيع الطلبة على اللي جهزوا بحوثهم. حقيقة احنا عندنا مجموعة، نحن نتحدث عن بحوث، يعني نحن في كلية الطب رأينا أن البحث يجب أن يرقى لمستوى أن يكون قابل للنشر. البحوث اللي يشتغل عليها الطلبة حاليا بمستوى عالي، وهناك ملخص لهذه البحوث في البوسترز الموجودات، والحقيقة الطلبة بذلوا مجهود كبير جدا. أتمنى تشجيعا لهم أن لمن يرغب يعني أن يكون فيه فرصة أن يتناقش مع الطلبة، يطلع على هذه الأبحاث، يعطي سواء كان الرد الإيجابي أو السلبي، حتى تستمر هذه المسيرة بالشكل الذي نتمناه. وأتمنى لكم يومين طيبين إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم. والآن مع كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عثمان التجوري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا. حقيقة من الصعب الخروج والحديث بعد أساتذة الخطابة في الجامعة الدولية. أرحب بالحضور جميعا، عمداء الكليات، وكلاء الكليات، رؤساء المكاتب والإدارات، وأيضا أرحب بالحضور من خارج مدينة بنغازي، معنا الدكتور شادي عيسى ممثلا عن المجلس الصحي العام ومركز تطوير النظام الصحي كأصحاب مصلحة مع الكلية.
أرحب بمدراء المستشفيات، أعضاء هيئة التدريس، وأيضا أشكر اللجنة التحضيرية التي قامت على إعداد لهذا اليوم العلمي المميز لكلية الطب من جميع المكاتب. شكرا جزيلا لكم جميعا، ودعونا نبدأ هذا اليوم العلمي على بركة الله. السلام عليكم. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحا شاملا للتطبيقات التي تؤدي مهاما معقدة في السابق كانت تتطلب في الماضي ادخالات بشرية، مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو مثلا ممارسة لعبة الشطرنج. يستخدم غالبا هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية والتي تشمل التعلم الآلي والتعلم العميق. بحث الإنسان على مر التاريخ على اختراع يمكنه أن يحاكي العقل البشري في نمط تفكيره، فقد حاول كل من الفنانين والكتاب وصناعي الأفلام وصانعي المحتوى على حد سواء إيجاد تفسير منطقي لمفهوم الذكاء الاصطناعي. وفي أول تقرير عالمي لها عن الذكاء الاصطناعي أشارت منظمة الصحة العالمية الـ WHO إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد بتحسين الرعاية الصحية في الطب في جميع أنحاء العالم، وهذا بالضبط ما سيقوم بمناقشته الدكتور المساعد المتحصل على دكتوراه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من جامعة بريطانيا ورئيس قسم هندسة البرمجيات كلية تقنية المعلومات في جامعة بنغازي وعضو هيئة التدريس في كلية التقنية والمعلومات في جامعة دولية الدكتور محمد عبد الله المنفي. بداية شكرا لهذه الدعوة لإلقاء البرزنتيشن خاص بالإنترودكشن تو Artificial Intelligence and its applications. Let's start from the outlines of this presentation. Several topics will be mentioned in this presentation, inshallah. The first introduction to AI and what does AI mean. A little bit historical background about AI, applications of AI, and for sure some medical applications. Three branches from AI, which called machine learning, deep learning, and robotics, will be mentioned. And we must mention ethical and social facts in AI and future of AI, and finally the conclusion. At the beginning, when we mentioned AI, artificial intelligence, something made by people. Intelligence, that means some problems or decision need to be taken by specialists, by professional people, not by normal people. So when we talk about artificial intelligence, we are talking about how can make computers make a decision in a critical or a very important situation. It's not just a normal programming, traditional programming. No. We need to find a solution from several, sometimes from missing data, from incompleted scene. So we need to develop an algorithms to make a computer have a decision or have a conclusion from incompleted data. So AI, it's a field involves several subfields, including machine learning. We will see some application of them, deep learning, robotics, NLP, natural language processing, which can be seen normally in this social by Siri, by Google Assistant. All of these are just application of artificial intelligence. The goal of AI is to create machines that mimic human behavior. They can imitate how can people make a decision, not just normal people, but professional people. So before getting in AI, we need to mention some factors, some AI factors. The first one is the data. The data is one of the important factors to build a strong, a robust AI algorithms. So because from these data, the AI model will be learned. So if we need to diagnose any disease or any cases, we need to learn. We need to make the AI algorithm learn from the data, from samples. So as long as the data are good and enough to be learned from, so the AI model will be strong. The second is the computing power. If we need to develop
AI algorithms, we must provide AI super PCs, not just normal PCs as same as we have these days. Now we need super PCs to be able to create, to generate and to implement the strong AI algorithms. So after computing power, we need to find a good solution by following some steps called algorithms. So we must develop a strong algorithms to find a good solution when it's developed in computer powering. We need also talent. We need good people to make strong algorithms. So if we have data, we have computing power, we have algorithms, how can we build these algorithms without a strong or good, well-knowledged people? And also, if we need to create AI algorithms, we need to market these. So we need investment. So to support the developers to find the good solutions. If these solutions regular or not, we have to find regulations to organize how can AI algorithms be used in the society. So these six general factors to find an AI algorithms. If we go back to the history, we will find some development during the era from 1950 till these days. It comes in different stages with different consideration. So the first we will see, the first AI software was something called Visas, which just a normal, a simple idea of robot. But during the time, the development has been increased. So handwriting recognition, when we mention handwriting recognition, we have to know that the computer system can know who wrote this statement, or what does this statement mean, and they will answer these questions. Also the speech recognition, what is talking about and who is talking. We can see this in the voice print. If you need to log in any device, sometimes you need to talk to the machine to log in instead of writing the password and username. Image recognition, which is common these days, to know the people from their faces, the fingerprint, the palm print, and different topic in this idea. So this the idea, if we go deeply in this, that is what a human do in normal days. The humans use their sense, their sight, their hearing, their touch to interact with the society, with each other. So in this case, we can make a computer system that can interact with us. So this is one of the aims of the AI ideas. As I mentioned, in 1950s, the first idea of application, of very simple application to implement an algorithm of AI, which called Visas, which was like a mice running in a maze. In this idea, the mice didn't have any computer system, but behind the scene, under this maze, a computer system was sending magnetic signals to navigate the mouse during this maze. This was the first idea to implement an AI algorithms. And this is the scene in behind, just lots of blade of metal blade, and the computer system send signals to make them magnetic to navigate the mouse. These days, till 2021, this idea developed, and let me please show you a 3 minutes video. These till 2021, but there is a huge development in this idea. The mouse, in this case, this you can find this in YouTube. It's called Macro Mouse. The Macro Mouse run during this maze, finding the perfect path, the correct and the shortest path by itself. The computer system will be programmed for one time, and the mouse will be left in this maze to find by itself the short and the correct direction, path for the final point in this maze. All the anticipated in this competition, they will be given 4 minutes to learn their mice.
and then they will be left. They will lift your mice to go in the short time. In this stage, the mouse is learning how can he find the correct and the shortest path. It will be found in several, maybe 1 minute or less. It's now discovering the correct and the shortest path. I'd like to mention this mouse is moving by itself. The computer system has been programmed for one time. Just they start in the first point in the maze. This type of competition is the winner will be awarded hundreds of thousands of dollars. So now has been learned. The first try, every participant has two tries. The first try, how many seconds you guess to find the final point in this maze? Five seconds, 32 milliseconds. Going back to the first point by itself. Now the final try. Four seconds to get the target point in the maze without any people interaction. Just by the code will be learned by itself. So this is broadly what does AI means, to try to find the solution and the algorithm will be learned by itself. The programmers need to write the algorithms for one time. By the data, the algorithm will be learned. It can save lots of information by itself. It has sensors, it has cameras to find the correct path. If we need to mention the application of AI in general life, we have this 12 applications. First of all, healthcare, and we will see another slide, talk about more applications in details, the applications of AI. Automobile, we can see Tesla. Tesla has become a clear example how can car drive by itself. Finance, by a computer system, you can be advised to which business it's a winner in this in your area or different. Also, people are surrounded by AI algorithms. They can be followed by their faces, by their gaits, gaits, G-A-I-T, by their walk, they can be recognized. Social media, if you meet anyone with mobile phone connected to the internet, second day or a few moments later, you will see that people you may know in your Facebook or Twitter. That is what AI do. Entertainment, educations, by AI you can be learned lots of ideas. Space exploration, we have seen Mars, Dover Mars rocket drive by itself. Gaming, robotics, architectural, and e-commerce. All of these can be provided an examples of using AI techniques. In medical issues and healthcare issues, there are lots of them. Start from drug development, medical diagnosis, which is very common examples to apply AI. So we can make a computer system that can make a decision sometimes better than expert. Three or five months ago, I was a co-supervisor, a student here from Benghazi. She developed an algorithm system to make a decision, is there any problem in the eyes or not? And in some cases, the expert was not were not able to make a decision, but the computer system did. So we can say that AI algorithms sometimes can be same people or in some cases better than people. If you see here, sorry to go back,
And sometimes, or especially later, 2020, the computer system has become more than important or more than accurate than human decision. So all of these are examples. So all of these are examples of using applications of AI in medical. So we can develop different problem. We can make a solution for different problem by using AI algorithms in our society. Machine learning is one of the aspects of AI. Machine learning, it's subfield of AI. It comes under AI. It uses some statistical and equation. This is a critical issue. Lots of people who are specialized in computer system, they say AI is just if statement. If you are familiar with the programming if statement, that means we have if and else. But the reality is not. There are lots of algorithms in machine learning called SVM, neural networks, random forest, decision tree. They are not just simple if and if statement commands. They use more important, more specific equations by statistical, by mathematics. Different type of equations are used in this area. Inside the machine learning, there's something newer, which is called deep learning. It's used a particular type of neural network to implement deep learning techniques. And I think my colleagues later will mention these ideas in details. Robotics. Robotics are very common these days, and also in medical. I will show you a short movie. How can we develop a robot like a nurse in a society, in a hospital? Tesla is very clear example. Vacuum cleaners, which is running by itself, and Sophia the robot. Sophia robot is just a robot that. Can be work in the hospital, can implement the structures, and it can make a decision in some cases. Okay. Is there any ethical issues and social implication of AI? Yes, there are lots. The privacy is one of them. The bias, it's another one. The bias, I mean by the bias, if you learn your algorithm in incorrect data. In this case, your algorithm will make wrong decisions. Employment and economic inequality. Sometimes if we say an artificial algorithms can make decision better than people, that means that the people business is in danger. So in this case, is that any regulations to organize this process or not? Also, social and culture impact, all of these and others, all of these points must be considered if we need to apply AI in perfect ways. The future of AI, AI it becomes very trend topics. 2020, from the 10, the best 10 jobs around the world, 7 of them were in AI. 3 from these 7s in AI, 7 were in technology, information technology, 3 of them AI and data science. It become, that means AI is very important idea to get your job. In the conclusions, AI is powerful technology. It has been potentially transformed in our world ways that we cannot yet fully imagine. Because if you go back 10 or 15 years back, so you might not imagine what technology do we have in these days. We have, especially in our society in third world, countries, we need to consider the regulations because our privacy, our data is in danger. You can find, you can develop any AI algorithms by hackers, by bad people, let me say, to break some
privacy data, bank account, any things like this. And I think 2 days ago we had like an example in our country. Some people built a factory to cheat and hacking Bitcoin money. And especially the regulation framework must be found by the government or by the parliament or anything else. Last and not least, Moxie is a robot. It can work by itself. It can provide health care service. It's not fiction, it's reality. Moxie is a teammate. She's here to actually relieve some of the pressure and of task and hunt and gather that we all have to do all day that takes our time away from the patient. Diligent Robotics of Austin designed Moxie to perform routine tasks in a clinical setting. We really need to understand the workflows of these units. We need to understand what nurses do, how they do it, and how we think about Moxie fitting into those workflows. Her little voice, you know, when she passes you and says hello, and her eyes. She doesn't even have a personality. We don't think of her as a thing. It's Moxie. During a month-long pilot, Moxie stopped patient rooms, removed dirty linens, and took samples to the lab. Almost 30% of our tasks during our shift is the best case. If you're in the patient room doing something, oh, okay, then in the next 1 minute it's not there, you need to step up. But at this time, all you need to do is press your voice over and call for OCT. It's a response. So we anticipate that this will give us better insight into a couple of things. How nurses feel that they spend their time in a given shift, but also what time we could give back to our patients. So how this could potentially impact patient satisfaction, patient outcomes, and the overall experience within the hospital. Patients are intrigued by Moxie. They have seen that the nurse side they will ask us, hey, what is that? Is that a robot? It's really funny and interesting the way how they look at it, but they are also happy that we are working with it. So it's been really amazing to look at what we're doing here in the very first phase, very first hospital deployment of a care assistant robot, and what the future could hold. It's just the impact that we've seen for our team within this last month. It's amazing what we could potentially give to healthcare in the future. She's really created with my team a sense of unity as we looked at, oh, what might we come out to do for us? And thank you for listening, and any questions, please. الهدف الثاني من عرضنا اليوم هو التعرف على طرق توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي من وجهة نظر الخبراء والمعوقات التي تحد من توظيف هذه التطبيقات، ثم سنقدم تصورا مقترحا لتوظيف هذه التطبيقات، وهذا ما سيتم مناقشته مع الدكتور المتحصل على الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي ودرجة العلمية أستاذ مساعد زميل مشارك في أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا وعضو تابع في مركز أبحاث طقس الفضاء في بريطانيا وعضو في الجامعة الدولية للمهندسين وعضو هيئة التدريس ورئيس قسم الذكاء الاصطناعي في كلية تقنية المعلومات في جامعة بنغازي وعضو هيئة التدريس متعاون في جامعة الدولية دكتور طارق نجم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. I'm really glad to be here to contribute this wonderful event and share part of my knowledge in artificial intelligence. My presentation will be today about how to utilize the artificial intelligence in your research. The artificial intelligence is part of computer science. The artificial intelligence has many fields. The most important one is machine learning. We will talk today about the machine learning and neural network and deep learning and neural network, which is the most recent neural network in artificial intelligence, and it makes a revolution in artificial intelligence. the machine learning is a part of artificial intelligence that provides the ability to learn from the data and learn from the historical data.
the machine learning how works like we have to have to have data before to start to use the machine learning. This data we need to simulate to training set and testing set. This data could be images, could be signal, could be numerical data. After that, we use the training data to learn the machine learning, the data, and we will know in the next slides how to learn the machine learning about the data. After that, we use the testing set to test the machine learning, how it performs, and the prediction will count with using a specific kind of matrix to ensure the accuracy is accepted. If unaccepted, to return it to the machine learning to do some changes and so on. The machine learning has been divided to three parts: supervised machine learning and unsupervised machine learning, and semi-supervised machine learning and reinforcement learning. The supervised machine learning means feed the machine learning with data, labeled data, like a circle. We give the shape of circle and the label is circle, and rectangle, triangle, and so on. So what does the machine learning, do is learn the feature of this shape and give the feature label of each shape. For example, when we feed a circle to the machine learning, the circle has specific kind of feature that the machine learning learned this feature and know it. And when we try to test this machine learning and send the circle without label, and the machine learning will be able to recognize this circle. This is what we called it supervised. Called it supervised because we give the we train that we learn the machine learning with data and label. Using the supervising machine learning, we use it for prediction, classification. So when we need to do like prediction or classification of data, we use supervised machine learning. Unsupervised machine learning, that means data without labels. And we use this kind of machine learning to clustering the data. Data here will be divided into groups by the features of these data. We'll take like a circle or rectangle. If the feature are same, the machine learning put them in one group. So eventually the results will be rectangle in one group, circles in one group, triangles in one group, and so on. The third type of machine learning, what we called semi-supervised machine learning. In this case, we feed the machine learning with labeled and unlabeled data. The labeled data will be trained as supervised data, and unlabeled data will be trained as unsupervised data. So when we test the machine learning, we feed the machine learning with shapes like a triangle, and machine learning will give the label of this shape. What type of data that can we process using machine learning? The first type of data is images. As we can see here, for this medical images, for example, cells, CT scan or MRI, and X-ray.
And the second type is a single signal which like ECG signal or EEG signal or BBG signals. The third type of data that we can use it with machine learning is with artificial intelligence, numerical and text data. Understanding the neural network. The neural network works like the human brain. So we train the neural network. Basically, this is the symbol. Figure of the neural network. The input will be in the right, and the weight, which is the key of the neural network, to produce X. Which is we're gonna use it in the function of fx. This function it has to produce one or zero. So the prediction will come out as a number between one or zero. If it is above of 0.5 will be one. If it is less than 0.5, it will be zero. The method, I'm not going to bore you about the math, but the what is going on here, dividing the input data with the weight, and calculate all of them together to get X. After that, apply X in the equation to get the output. So the feature here in datasets. For example, this feature, we don't, the human eye cannot recognize what the correlation between this feature to produce class zero and what the correlation between this feature to produce one. So here we have a binary classification between one or zero. So the data, when we train the neural network, the neural network will initialize the random weight. After that, we use the features as input to the neural network, and we let the neural network know the outputs must be zero. So we after the doing the calculation, the output of the neural network was 0.8. That means the error rate is 0.8. So we do some adjustment, adjust weight based on the error. After that, we feed it with another row of features, and the output was 0.9. The error rate here become minus 0.1. And so on, repeat this process for thousands, maybe millions times. Each time takes around takes a random training instance and make a slight weight adjustments until we get the good results. That's another kind of data visualization for what happened here. So we try to classify zero ones by using initial random weight. We try to do like a decision border perceptive that will change by the time when the neural network adjusts the weight, present the training instance adjust the weight. After eventually we can separate these two kind of data by nonlinear function. So the point that I'm trying to make here is the neural network are dumb, and in this stage of neural network, it's based on luck. When we got the suitable way to get the good results. So there's two kind of
f of x function, the non-linear function which we saw before, and there is another one which is a linear function. So we, if we try to solve the problem that has to solve by linear function, and we cannot do it, the neural network is using the nonlinear function to separate between two different data, for example, 0 or 1. But there is another machine learning algorithm like a support vector machine that moving the data to two sides and use a linear function to separate the data between them. The feature, the most important thing for the neural network processing the images, the feature we that neural network taking as a pixel, each pixel has a number which presents the resolution of the color of this pixel. This pixel feeding to the neural network to get the specific kind of result. For example, here 9. The number 9, which had handwritten digits from the handwritten number to the what the neural network recognized. So the neural network get the feature from vertical lines, horizontal lines, and a small circles. This feature present in each layer, so it's successfully can learn a high level features as we saw before. So multi-layer makes sense. What we talked about before this slide was just one layer. So if we use a multi-layer, that means we can get much better result than we get by one layer. But after that, many-layer neural network architecture should be capable for learning the true feature of logic. And if we use the logic, that means the multi-layer will do much better than one layer. But that wasn't happened because the difficult was to get the suitable weight to use it to get the good result. Here, if you by luck get the suitable weight, that means the output will be very, very good, but that doesn't happen every time. So that's not a good way to find the solution. Along comes the deep learning. The deep learning provide breakthrough results and speech recognition, image classification, and image recognition and prediction. So what is exactly deep learning and why it is generally better than the other methods in image processing and speech recognition and other type of data? The deep learning means using neural network with several layers on nodes between input and output. So here we use several layer, multi-layer, but the multi-layer was found before the deep learning 25 years ago. So what is the new thing that happened? The new thing that happened, the deep learning neural network has been trained by a different way. The new way to train the deep learning neural network is to learn layer by layer. So we learn the neural network, the first layer, and then the second layer. After that, the fourth layer, eventually to the last layer to get the results. By using this way, each two layer we use as autoencoder, which force the neural network to learn the features of each layer. So by changing the way to train the neural network, the deep learning become like an autoencoder to get the output. And that is the basic idea. There are many type of deep learning neural network, different kind of autoencoder, various on architecture and training algorithm, very fast growing area.
So what we expect of AI to do in part of medical aspect. In medical aspect, the first thing we medical aspect medical object detection, segmentation, and recognition. As we can see in your left, these MRI that show the deep learning neural network can detect the cancer in the MRI by segment doing like a segmentation. A segmentation of the cancer and color some of the part of this cancer based on the degree of the segmentation. And the right side, we can see tumor or no tumor and how many number of tumor in the image. Here we doing first the classification, after that we do object detection, after that segmentation and show the number of tumor. And the accuracy of this system was 99.99. And how does it happen? We feed the neural network with the normal and abnormal images. The neural network try to find and extract the feature for normal and abnormal images. After that, the neural network produce another image that represents the normal or abnormal image. To use it for your research, there is a website called Paper with Code that has many of the different kind of data sets and different aspects. For example, here, if we try to find a medical object detection, we can find different kind of paper with code and different kinds of data set. Here, 20 paper with four benchmark and three data sets that we can use it by artificial intelligence to get different, we're using different methodology to get the result of artificial intelligence. The second kind of image that, the second kind of a process that we can do with image, medical image, which is classifications. Here classification mouse habits granuloma in microscope image based on deep learning convolutional neural network. The classification here, three categories. The first one is normal, the second one, and third is two type of granulomas. This paper is published, which has a data set that has been submitted to testing and training set and feeding to deep learning neural network, and the output will be one of these three labels. As the before image processing, artificial image processing, this website that I mentioned before, which is a paper with code, has 74 paper with code and two benchmark and six data set that we can use for our research to do. We can use it with artificial intelligence for our research. The third kind of data is biomedical signal processing. Here we can see EGC, ECG signal that we use convolutional neural network to extract the feature to classify if it is normal or abnormal or heart failure. As the two before,
using this website is really useful for researcher to get papers and code to apply this their dataset, or they can use the available free dataset here in this website. There is another website that has a different kind of dataset and code. I would call Kaggle, which is very useful for researcher. So there is, as a medical, as non-professional neural network, there are two ways to apply artificial intelligence in your research. The first way to collaborate with an AI expert like Kasia. And the second way, using artificial intelligence platform for non-professionals like RapidMana or Weka and others, which are very easy to use graphic user interface. Most of them use feed the data by Excel file or CSV file. And then drag and drop for the methods that you want to use it, and we'll get the results immediately. How to evaluate AI methods? The accuracy is the number of correct prediction divided into the total number of prediction. In machine learning, we cannot just lie on the accuracy. Why? Because, for example, I'll give you an example that explains why we cannot just base on the accuracy. Here, if we have data set that contain cancer prediction of 100 row of data set, this data set has 98 normal cases and two malignant cancer. The accuracy, if the accuracy of the data set was 98, means the model predicts 98 records correctly, and two records are predicted wrongly. The 98% looks good, but in fact, the system failed to predict to do its job. The error here to be 2%, and these two errors could be malignant cancer is predicted as being no cancer. Although the prediction accuracy is 98, the model failed to perform the task that it was created for. So what is the solution to this problem? The solution is to using convolution matrix to evaluate the system. The convolution, for example, if we have here to make it easy for you, if we have here the case of the patient have cancer or not, here this is the fact or the actual data, and this is the predicted data. If the patient have a cancer and the model predicted as have a cancer, here we call the true positive. If the patient have a cancer and the system predict doesn't have a cancer, that we call the false negative. And if the patient doesn't have the cancer and the model predicted as have a cancer, so that we call it false positive. If the patient doesn't have a cancer and the model predicted doesn't have a cancer, we call these a true positive, a true negative. So the convolution matrix is two-dimensional array represent the above table. So what we need to do, we need to count the number of the prediction. When the model predicts the patient has a cancer and in actual was has a cancer, and we need the number of what we call the true positive, and we need to count the number of the patient
the model that predicted the patient doesn't have a cancer, and in the actual data was have a cancer, we call the false negative. We need the number of the false negative, and we need the number of the false positive, which is the prediction. The model said the patient has a cancer, and in fact he doesn't have a cancer. True positive, false negative, true negative. We're gonna to use these number of the false negative, true positive, as I told you before, if the target and which is actual data and predict data, if it is the target and actual ones that mean true positive, 0, 1, 2 negative. So we're going to use these matrix to evaluate the system by using the precision, which is a true positive divided to true positive plus false positive, and the output will be a number between 0 and 1. If it has less than 5, so that is random prediction. We cannot use it, because that means the system cannot predict correctly. If it is near one or near at one, that means the system is predict as good. The second one, recall, we divide the true positive on the true positive plus the false negative, and the output will be between 0 or 5, similar to the previous one. And the last one is F1 score. F1 score use this equation to predict the number of between 0 and 1 on 0. If it is less than 5, so that is random prediction. If it is near the 1, that means that is a good prediction. Thank you for having me, and I'm really glad to contribute in this event. Thank you. في محاولتنا للتغلب على القيود المتصلة في التشخيص التقليدي بمساعدة الكمبيوتر، ابتكر الباحثون برامج تحاكي التفكير البشري الخبير. في البداية لم تحقق الأمل في أن تؤدي مثل هذه الاستراتيجية إلى برامج مفيدة سريرياً، ولكن تم حل العديد من المشكلات التي تعوق إنشاء برامج فعالة للذكاء الاصطناعي. تم تطويرها للحد من عدد الفرضيات التي يجب أن يأخذها البرنامج في عين الاعتبار ودمج الاستدلال بها. يسمح الابتكار الأخير ببرنامج لتحليل الحالات التي يؤثر فيها اضطراب على عرض آخر. يمكن للنماذج الأولية أن تجسد مثل هذا التفكير، أن تشرح استنتاجاته من الناحية الطبية التي يمكن أن يراجعها المستخدم. على الرغم من هذه التطورات، سيكون من الضروري إجراء المزيد من جهود البحث والتطوير الرئيسية قبل أن يصبح أداء الخبراء بواسطة الكمبيوتر حقيقة واقعة. وهذا ما سيتم مناقشته الآن مع الدكتور أستاذ مشارك في تخصص الذكاء الاصطناعي في قسم كمبيوتر ساينس جامعة بنغازي، حاصل على الدكتوراه من جامعة بريطانيا، دكتور أحمد الأوجلي. First of all, thank you for inviting me to this event and for giving me this opportunity to talk about artificial intelligence in medical diagnosis. I have divided my presentation into several parts. First of all, I will talk a brief about why this topic is important. Then I will talk about medical imaging, and I will explain the framework for medical imaging diagnosis system. After that, I will talk about our research, and I will talk about two research, one of glaucoma detection and skin cancer detection. I will close with the challenges, and the challenges I will explain what the challenges in this topic. AI have been applied in various areas such as e-commerce, robotics, marketing, education, games, healthcare. AI is growing rapidly in the medical field, especially in diagnostic and management of treatment. As Forbes magazine pointed out, AI healthcare market size expected to grow from 5 billion 2020 till 45 billion by 2026. And this is show how much investment in this area.
Also, we can see here number of publication in this area. We can see a lot of attention from 2015 till 2021. AI is widely used in diagnosis. So we can see here a lot of diseases can just, for example, glaucoma detection, brain tumor, Alzheimer disease, COVID-19. So in this talk, I will try to focus about glaucoma detection and skin cancer detection. Medical data. Medical data is very, very important and can be collected from various sources and format. We can collect it like 3D video sequence, DXA data, numerical data, or medical images. As we know, medical imaging, there are of types of medical imaging like X-ray, MRI, ultrasound, CT. So first of all, before we go, how to use AI for diagnosis, we need to know how computer can see the image. As you can see in this picture, doctor can see the image and see all the details in the image. However, computer cannot say that. Computer can say just a brick grade of number between 0 and 255. So computer cannot see image, but computer can see just numbers and matrix. There are types of images computer can work with, like grayscale images and color images. Grayscale images like matrix, each pixel has element. This element is from 0 to 155. 0 represent black and 255 represent white, and the number between them is represent the shade of the grayscale. Color image can represent by three channels, red, green, blue, and each pixel represent by three number, intensity of brightness of three numbers, red and green and blue. So usually when we work with the images, we try to extract the features from the images. If we can work with the grayscale, for it is easier than work with the color images, because grayscale is just one channel and matrix is two dimension. However, color image is three channels and is more difficult to work and extract the features. Framework for medical imaging diagnosis. If you want to do like research, like glaucoma detection, or however using imaging, we need to go for steps. The first steps: image acquisition, image pre-processing, image segmentation, feature extraction, feature selection, and classification. Image acquisition, that means we have to collect data. Usually collect data from hospital, or we can find data from public online public websites. So it is data available for researchers. We know it is collect data from hospital, especially here in Libya. It is very, very difficult from many reasons. Okay. Anyway, image acquisition, we have to collect number of data. This data should be like real data. It is have quality, it have some noises in the data. After that, we need to go to pre-processing. Pre-processing, that means we have to enhance the image. Enhance the image, that means we need to apply some tasks, for example, like clean data or find some errors in the data and try to do it. Because it is difficult to take data direct to machine learning, because usually this data have some errors and these errors has effect on the accuracy. After that,
we have to go to image segmentation. Image segmentation, that means we have to find the region of interest in the image, because the usually image have a lot of details, and we need to focus about region of interest to extract the features. After image segmentation, we go to feature extraction, how to extract the feature from that images or from the region of interest. Usually, we extract features, that means we have to convert from low-level pixel representation to high-level representation. That means we have to use some techniques to extract some features. After that, we have to go feature selection. Feature selection, that means we have to extract from these features optimal features, can use them for classification. In classification, we can use some algorithms, machine learning or deep learning. These algorithms can classify these features, for example, like glaucoma or non-glaucoma or something like that. This is artificial intelligence technique for medical image diagnosis. This is some works or some researches. We can see type of diseases like breast cancer, COVID-19, Alzheimer, and some techniques used, and also data set and performance of these techniques. Now I will talk about our research on this field. I will talk about two research. The first research is automated glaucoma detection based on combination of feature extraction method. Sorry. The title of this research is automated glaucoma detection based on combination of feature extraction method. This is researched by Zakiya Ahmed and Ahmed Lojali and Dr. Muhammad Abdullah. As you can see here in the image, we have some images. We need to classify these images. It's glaucoma or non-glaucoma. In this research, we use we try to analyze the texture of fund images, and we use two techniques to extract features. We use local binary pattern and gray level run length matrix to extract the features. We use public data. It is RIM1 data. This data is have three versions. Version one have total 169, and it is divided by 51 glaucoma and 118 normal. Size is different. It's not all the image the same size. And the version two is 450, the total 200 glaucoma and 250 normal, also is different size. And the last version is version 3, is 159, 774 glaucoma and 85 normal. And the version 3 is the same size. Before we start, in our research, we have to divide this data into training set and testing set. We have to make like training for the model. After that, we have to evaluation our model by testing set. So we divided the data to 70% for training and 30% for testing. As you can see here, these images, some of them normal and some of them glaucoma. So why you go to machine learning or AI? Because it's difficult to do that by traditional program. It is difficult for me also to detect which one is glaucoma or not. So we need computer use AI and machine learning and learning how to classify these images. And I have to repeat again, computer cannot see the image. Computer can see just the matrix of data. So the first step is image acquisition.
we use RIM data, three version. We use every version separately. Then we use pre-processing, and pre-processing we try to separating the data. For example, as you can see here, font image, and we separate image is R channel, B channel, G channel, and grayscale. So we separate them in four images. One image, we separate them in four images, and then we use discrete wavelength transform to decompose the matrix and to make or to remove some noise from the images. After that, we use local binary pattern and gray level run length matrix to extract the features. Then we use linear discriminant analysis to reduce the features or to select the best feature or the optimal features. After that, we use two classifier and to evaluate the performance of two classifier support vector machine and random forest in classification stage. We did the experiment in three experiments. The first experiment, we try use without pre-processing stage. We use Vantage image and direct to local binary and gray level run length format and linear discriminant analysis and support vector machine without pre-processing stage. In this, we got good accuracy, like in version 1 and version 2 and version 3. What we can see here, support vector machine always the best from random first in 3 version. After that, we use pre-processing, but in this stage we try use pre-processing and use three channels, red and green and blue, without gray scale, and feed them in discrete wavelength transform to extract features and to reduce the features and classification. And we find when you use pre-processing, we find the accuracy is enhancement. The third experiment was use three channels with grayscale. So we divided all the image in four images and feed them to the framework and find good results like this. Always support vector machine was better than random forest. Here we can see some of images is misclassified from the machine learning. So machine learning cannot classify correctly these images, and we use our evaluate misclassified images using doctors in specialists in this field. So we ask them or we give them about 25 images. Computer cannot classify them and to see how doctor can evaluate them. So we find like first experiment correct classification, two glaucoma, he's fine is two glaucoma, and one healthy, he said is healthy. And incorrect classification, there is no one glaucoma incorrect, but he five healthy is incorrect, and not and about not clear, he said nine images glaucoma, he said is not clear, and eight images is not clear. Always again is second expert is like five glaucoma and nine healthy. We can see is his incorrect classification for images glaucoma and three images healthy is incorrect, and he said is four images is not clear. And you can see here the third expert and fourth expert. And this image is what the doctors, our specialists, is said. The A is, they say they not clear. The B, they misclassified. The C is misclassified. And the E is unclear. And the D, they say they not clear lower edge. We can see always, even computer cannot classify them
even the doctors and specialists have difficult to classify some of them. Still 5 minutes. Okay. The another research is automatic detection of malignant skin cancer from dermoscoma images based on feature fusion, Lubna Abdelaziz and Ahmed Lojli. Okay, in this research, we try to use two types of features, handcraft features and pre-trained CNN features, which is deep learning features. We use two data set, BH2 and ISIC 2017. So we divided this in training set and testing set. As you can see here, BH2, some images from BH2 and some images from ISIC 2017. So we need computer to classify like these images. First of all, we use in pre-processing non-local means filter to remove some noise in the images, and then we use augmentation for deep learning. Augmentation, that means increase the number of data. As you can see here, we in feature extraction we have handcraft features and pre-trained features. In handcraft we use GLCM and LBB, and pre-trained features or deep learning features we use GoogleNet, AlexaNet, ResNet, and DenseNet. And this is the architecture of deep learning features. And we use fusion of all these features, and we use hybrid lived coupled with crossover algorithm to reduce the number of features. And we use support vector machine for classification. And the result was good result. Most of the result is 90. Or 96 or 99. I will close with the challenges of using AI in medical imaging. The first challenge is data. We don't have much of data. We need a huge data to can computer learn from data. Most of the public data around is small data size, so computer cannot learn from that. Always, it is difficult to collect data from like hospital, like some ethical issue or something like this, privacy. And also, most of the models is validated in one single. We need to more multiply singles. And also, we need to extract good features to have good accuracy. And thank you. عبر التاريخ والعصور القديمة كان الإنسان دائما يطلب العون من مصادر معرفية متعددة، ولعل آخرها هو الذكاء الاصطناعي، ولكن ماذا عن المصادر الأخرى؟ وهذا ما سيتم مناقشته اليوم مع الدكتور نجيب الحصادي. دأب الإنسان عبر حقب التاريخ على اللجوء إلى السماء، تارة ليحملها عباء دنياه، وأخرى ليطلب مساعدتها في حملها عنه، غير أنه ما فتئ يعود إلى الأرض كأني به يحن إلى الطين الذي جبل منه. القصة باختصار أن الإنسان باستمرار كان يروح ويغدو بين هذين القطبين، من قطب السماء وقطب الأرض، في تمظهرات أو تجليات مختلفة. وقد ظل مراده في الحالين فهم العالم والسيطرة على مقدراته، متوسلا في تحقيق هاتين الغايتين أساليب عديدة ومتنوعة. في البدء ألقى السحرة بعصيهم
يستجدون عطايا السماء بعد أن قرر في أنفسهم أن السماء موطن أرواح وقوى قادرة على التحكم في المصير البشري. ثم ألقى آخرون بنظراتهم إلى السماء محلقين في فضاء الخيال، فوجدوا في الأساطير سلوانا يبدد مخاوفهم من الطبيعة، وموئلا أي مقرا لأجوبة عن أسئلة استعصت عليهم. في مظلة السماء محجة الأدباء والفنانين ومعين أعمال يشاكسون بها الواقع ويقاومون قبحه وجوره مر علقمه وأجاج ملحه. شوفوا الفقرة هذه مرينا عليه، على السحر وعلى الأساطير وعلى الفن، وكيف أن جميعها تنظر بطريقة أو أخرى إلى السماء، تستمد العون من السماء. في العالم أشياء مادية كالجبال والرمال لا يرتهن وجودها لوجود ذوات تدركها. الجبال موجودة، أدركها البشر أم لم يدركها، هي موضوعية أوبجكتيف بهذا المعنى. في العالم أيضا أشياء ذهنية، أشياء ذاتية كالأحلام والآلام يرتهن وجودها لذوات تدركها. يبقى عندنا الأوبجكتيفز أو الأوبجكتيف إنتيتيز، وعندنا السبجكتيف إنتيتيز اللي قعدت في الذهن وفي العواطف والانفعالات وهي طبعا غير مرئية. حسب بوفال هراري حدثت النقلة التي قدر لها أن تميز الإنسان عن الحيوان. لاحظوا أن الإنسان والحيوان هم الاثنين عندهم أشياء مادية وعندهم أشياء تدخل في تحدث في جوانياتهم. نقلة أمتى صارت؟ حين استطاع الدماغ البشري باستخدام اللغة خلق واقع متخيل، أشياء تذاوتية ليست ذاتية ليست موضوعية، تذاوتية انتر سبجكتيف، ليست ذاتية ولا موضوعية بل تنتج عن تفاعل ذوات توافقت ضمنيا على تصديق سرديات مشتركة كالهوية الوطنية. فيش حاجة اسمها الهوية الوطنية، ما هيش مادية لكن أيضا ما هيش ذاتية على المستوى الفردي، لا هي من خلق المخيال الاجتماعي، هي سردية توافقنا عليها صدقناها. العملة الورقية أيضا نفس القصة، حتى الفلوس ما هيش مادية، راهو الورقة الدولار هذه ممكن الاستعاضة عنها، والآن يتم في تعاملات عن طريق تبادل معلومات. وفي العصر الحديث الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي أيضا an intersubjective entity. شنو المشترك بين كل هذه الأشياء التذوتية؟ تمكن عدداً لا يحصى من البشر من الأشخاص الغرباء عن بعضهم البعض من التعاون بشكل يفيد كل منهم. وعلى الرغم من أن الكينونات التذوتية مخلوقات مخيال اجتماعي فإنها أقوى وأشد سطوة من الأشياء المادية.
وعلى الرغم من أنها من صنع الإنسان فإنها لم تلبس حتى تحكمت فيه وخرجت عن سيطرته. ومن مكش على الذكاء الاصطناعي بس يعني حتى الهوية الوطنية تتحكم فينا بشكل لا تتخيله رغم أننا نحن اللي خلقناها. منين جت هذه القدرة؟ قدرة الإنسان على خلق سرديات تذاوتية. ما كان للسرديات التذاوتية أن تكون إلا بسبب قدرة الإنسان على التجريد abstraction الذي يحلق بطريقته وين؟ في فضاء السماء. شوفوا عودة أخر للسماء متساميا عن كل التفاصيل الواقعية التي تشده إلى الأرض، غير أن الإنسان ظل مشدودا إلى الأرض في حاجة تشد في الإنسان مهما تطور، تشد في الأرض عبر انفعالاته وغرائزه البهيمية العنيفة التي ظلت تلازمه، بل إن عنفوانها، عنفوان هذه العواطف السلبية كالغضب، اشتد بسبب نزعات التفرد والهيمنة والإقصاء التي تنطوي عليها سرديات التذاوت. ومع نزول الأديان لجأ الإنسان مرة أخرى إلى السماء، إلى من لا ملجأ منه إلا إليه، فالتمس في الكتب المقدسة المصدر الرئيس لمعارفه، واستمر الأمر معه على هذا الحال ردحا طويلا من الزمن، بل استمر مع بعض الأمم إلى يوم الناس هذا. ومن الرمزيات اللافتة على هذا الصنف من الصعود إلى السماء رفع الله مسيحه وإسراؤه بعبده ومعراجه. في رمزية إلى هذا اللجوء إلى السماء، وبدءا من القرن الثالث قبل الميلاد جاء أول إعمال صريح للعقل على أيدي من؟ اليونانيين. وقد تمظهر في حالة سقراط في إنزاله الفلسفة من السماء إلى الأرض، من البحث في القضايا الميتافيزيقية إلى البحث في قضايا الإنسان. وعلى الرغم من أن أفلاطون عرج بطريقته ثانية إلى السماء عن طريق عالم المثل، ظل أرسطو من بعده متشبثا بالأرض بتوكيده العقل والحس بوصفهما الحاستين الأقدر على معرفة ما يعتمل في الكون من ظواهر وأسرار وما يحكمه من نواميس ومبادئ. طبعا حنلاحظوا أن دائما ترافق مع إعمال العقل نزوع إلى تأكيد مركزية الإنسان في الكون، مركزيته في علاقته بسائر الكائنات في الكون، ومركزية الأرض اللي هي موطنة في علاقتها مع سائر أجرام الكون. اتضح هذا تحديدا فيما يعرف بمثنوية السماوات والأرض، سواء في الدين أو في نظرية بطليموس تالمي التي تقول بأن الأرض هي مركز الكون. نبقى دائما في علاقة بين إعمال العقل باعتبار أن الإنسان هو الكائن الوحيد العاقل في الكون، ومركزية الإنسان في هذا الكون. غير أننا عدنا ثالثة إلى سديم السماء بعد أرسطو، حنعود مرة أخرى للسماء
من خلال فلسفات القرون الوسطى وعلم الكلام وعلم اللاهوت اللي حيسيطر في العصور الوسطى، حيث الأولوية لمن؟ للنقل على العقل، للكتاب المقدس سواء قرآن أو إنجيل على العقل، يبقى عودا من؟ للسماء. فلم يستثنى من ذلك في العصور الوسطى كلها غير المعتزلة الذين أكدوا علوية العقل على النقل، وابن رشد الذي سوف يؤثر في من؟ في حركة التنوير في أوروبا، حتى أن بيير بيل اللي هو أحد قطبي التنوير، قطباء التنوير هما من ومن؟ سبينوزا وبيل. تخيلوا بيل يقول إن السبينوزية ليست سوى رشدية معدلة. وفي القرن السادس عشر دشنا ريني ديكارت العصر الحديث بجعل اللجوء إلى الله في علياء سمائه ضمانا سرمديا لقدرة الإنسان على معرفة العالم. نسق ديكارت مؤسس على وجود الله، الله هو الضامن لقدرة الإنسان على المعرفة، غير أنه أشاح في النهاية بوجهه عن السماء حين حاول تأسيس النشاط العلمي، كما أن لسان حاله يقول: أيها العلماء، أما الشكاك والملاحدة فقد كفيتكم الرد عليهم. أثبت لكم وجود الله. أما فهم العالم فوقف عليكم، ولا شأن رجال الدين بأمره. فأنا تم الفصل الحقيقي، هذا إيش يسمى بالعصر الحديث، بين الكنيسة والعلم والدولة أيضا. ثم جاء جون لوك الذي تبنى أسلوبا لا شريك له في التشبث بالأرض، تمثل في التعويل على الحس دون أي ملكات أخرى بما فيها العقل، فأنكر الأفكار الفطرية. طبعا الأفكار الفطرية هي أقوى سندات الدين التقليدية، إن فكرة الله موجودة بالفطرة في الإنسان. أنكرها تماما، بعث مقولة أرسطو القديمة أنه ليس في النفس ما لم يكن من قبل في الحس، فكرة الصفحة البيضاء، كل ما عرفنا ينقشها الحس. فتكرست نزعة إمبريقية ظلت تمارس سطوتها حتى الثلث الأخير من القرن العشرين، عند السبعينيات القرن العشرين والإمبريقية الحسية مسيطرة بالكامل. ثم جاء المرتاب العظيم ديفيد هيوم ليحيى تقليد السكاك اليونان أريكسيلاوس وبيرون وسيكتوس إمبيريكوس، ويعلن على الملأ أنه لا عون معرفيا يرتجى من سماء ولا أرض، وأنه لا خيار لدى الإنسان سوى تعليق الأحكام، ولا رصيد له غير سراب الأوهام. شكك في كل شيء، في المعرفة الحسية والعقلية، وحيجيب عدا كانت ويقول يوم ترك لي خرابة، ما عنديش علاش، ليس لدي ما أقف عليه، لكنه في عبارة شهيرة أيقظني من سباتي العميق.
هذه عبارة من إيمانويل كانت اللي توفي 1804. ليش ندار كانت؟ جاء إيمانويل كانت ليجمع لأول مرة وصراحة بين ملكتي العقل والحس. وحين سئل السؤال اللي عنونت به المحاضرة عمن يجب علينا اللجوء إليه عندما تختلط علينا الأمور، أجاب بأن ما لا يرتد إلى أصول حسية غير قابل ابتداء لأن يعرف. ما زالت النزعة الإمبريقية قاعدة. صح العقل له دور، لكن العقل دوره لا يأتي إلا بعد أن تكون هناك معطيات حسية طبق عليها مقولات. يبقى أي حديث على أي أجسام لا مرئية، أرواح، آلهة، ملائكة، كان غير قابل لأن يعرف بشريا. فدق بذلك أول مسمار في نعش الفلسفة، الميتافيزيقا تحديدا، الذي سوف يرقد فيه في هذا النعش مذهبه شخصيا. ليش؟ الفكرة كالتالي، كأنه هو قاعد يرسم في دائرة المعرفة. يقول هذه دائرة اللي برا منها ما يعرفش حد. بهذه الدائرة هذه ايش من فيها؟ فيها كل ما يرتد إلى أصول حسية. يبدأ الكائنات الميتافيزيقية وين؟ برا. سؤال، ومذهبك أنت يا كانت نفسه يرتد الأصول الحسية؟ أكيد لا. يبقى حتى أنت كلام تقول فيه غير قابل لأن يعرف. وعشان كي بيتر ستراوس شن قال؟ قال كانت tried to draw the circle of knowledge from a point which could not exist had he properly draw the circle. لقد حاول أن يرسم دائرة المعرفة من نقطة ما كان لها أن توجد أصلا لو أنه أحسن رسم الدائرة. تعرفوا الفكرة وصلت ولا؟ وقد أسهم كانت ومن قبله سبينوزا وبيير بيل ومن بعدهم فولتير وسائر رجالات التنوير في إعادة الاعتبار إلى مكانة الإنسان بتوكيدهم أهمية العقل الذي يتفرد به عن سائر الكائنات. هجينا توا تنويرية. طبعاً أنا قلت بدري جانا لوك وبركلي وهيوم وكلهم حسيين، لكن حجي التنوير يؤكد في ملكة العقل. ومنذ مطلع القرن العشرين ولما يربو عن 7 عقود سيطرت الوضعية المنطقية التي وجدت في العلم أوج مراتب العقلانية البشرية واعتبرته المصدر الوحيد للمعرفة، وأنكرت وفق مبدأ التحقق الميتافيزيقا بأسرها والأخلاق برمتها، ليس لأنها كما حسب كانت خارج نطاق المعرفة البشرية، لا أسوأ. القضايا الميتافيزيقية والأخلاقية عند كانت غير قابل لأن تعرف، عند الوضعية نون سنس، لا معنى لها أصلا. يعني في التصور الكانتي يعني ممكن كائنات أكثر علم منا حيعرفون. بالنسبة للوضعية تعرف ماذا؟ تعرف نون سنس؟ نون سنس باي ديفينيشن غير قابل للمعرفة. طبعا حتواجه نفس المشكلة، نفس مشكلة
كانت بيو كلام كان هذا نفسه. هل يرتد الأصول الحسية؟ جبلة يبقى حتى هو نونسنس. ولذلك فيتغنشتاين يقول، فيتغنشتاين هو العراب تاع الوضعية، يقول إن من يفهمني سوف يكتشف أنه لا يفهمني. ليش؟ لأن إذا كان فهم كلامي مظبوط، أنا قاعد نقول أي كلام في الميتافيزيقا ملش معنى، وكلامي هذا ميتافيزيقا يبقى ملش معنى، يبقى مفروض ما فهمنيش. وكان العلم يمارس خلال قرون العصر الحديث هوايته المفضلة في إحداث صدمات تزعزع مكانة الإنسان في الكون. صدمة نيكولاس كوبرنيكوس التي جعلت الأرض اللي يفخر بها الإنسان والسماوات والأرض مجرد ذرة في غبار سديم لا يكاد يتناهى. يبقى وين مركزية الإنسان؟ وين؟ وصدمة سيغموند فرويد التي أكدت دور غرائز جنسية وضيعة في تحديد مصير الإنسان. وصدمة تشارلز داروين الذي زعم أن الإنسان مجرد كائن حي آخر يكافح من أجل البقاء. وصدمة كارل ماركس التي اختزلت الإنسان إلى كائن تتحكم فيه حاجات غذائية صرف. وكانت الشكوك باستمرار تساور الفلاسفة حول قدرة العقل على فهم العالم. لقد تساءل ديفيد هيوم أي ميزة خاصة يتمتع بها هذا القلق الصغير الذي نسميه الفكر بحيث تجعل منه نموذج الكون بأسره. وتساءل هنري بيركسون فيلسوف فرنسي أن لصدفة العقل التي ألقتها أمواج الحياة أن تتمثل صورة الأمواج التي ألقتها. في النهاية الدماغ البشري أحد منتجات الحياة، أن له كيف له أن يتمثل صورة هذه الأمواج. أما بليز باسكال فكان يقول إن للقلب أسبابا لا يعرفها العقل. وكان طاغور يقول إن العقل مدية كلها نصب، مآلها أن تدمي راحة من يمسك بها. وكان جان جاك روسو يؤمن بوجود حياة أخرى لأسباب يعترف بأنه لم يملها عليه العقل، وعلى حد قوله الذي يعبر عن تفكير رغبوي wishful thinking يحنث صراحة باليمين السقراطي الذي يؤمن بولاء الحقيقة، كان يقول لقد عانيت في هذه الحياة حدا جعلني أثق في حياة أخرى، وليس ثم تحذق ميتافيزيقي بقادر على أن يجعلني أشك لحظة في العناية الإلهية، فأنا أشعر بها، أعتقد فيها، أريدها، آمل فيها، وسوف أدافع عنها إلى أن أنفض أنفاسي الأخيرة. عنصر اللامعقولية كان دائما حاضر في التاريخ البشري. يانوفسكي يقول إن لدينا مشاعر وعواطف لا يمليها عقل ولا منطق، ونحن لا نقدر الفن والموسيقى لأسباب وجيهة بل لأسباب جمالية، كما أننا نحاول تجنب السلوكات اللا أخلاقية حتى حين تكون مفيدة لنا، ونثمن الوقت الذي نمضيه مع أحبابنا ونألم لفراقهم على الرغم من عدم وجود أي ضرورة منطقية لذلك.
طبعا حجية مدرسة العبث الدادائية ما بعد الحداثة كلها تؤكد عنصر اللا معقولية في الكيان البشري. أنا الوقت ضاق بي فسوف أنتقل مباشرة المناقب التي طبعا هنحكي شوية علي كوانتم ميكانيكس وكيف ان مبدأ التيقن فكرة الأساسية انك في حاجة اسمها المثال اللابلاسي. شنو المثال اللابلاسي؟ فكرة الحتمية، فكرة لابلاس انك لو عرفت الوضع الراهن في الكون وعرفت نواميسه سوف يكون المستقبل برمته ماثلا امام عينيك، سوف تعرف كل شيء في المستقبل. هذه هي البشارة الحتمية. كوانتم ميكانيكس شككت في ذلك. ليش؟ لأنها أثبتت أن هناك أشياء لما تعرفها معرفتك لها سبب لجهلك بأشياء أخرى. بما يحول ابتداء دون أن تعرف كل شيء حول أي ظاهرة. المناقب التي ظلت العلوم الطبيعية تستعلي بها قرونا على العلوم الإنسانية كالموضوعية والدقة والتحرر من الأحكام القيمية تفقدها فجأة وتفقد معها مبرر نظرتها الدونية للإنسانيات. لم يعد هناك براح لليقين والإطلاق والجزم لا في العلوم الإنسانية ولا حتى العلوم الطبيعية. يحدث هذا في العلم في معقل الملاحظة والتجريب وإعمال أشد معايير الاختبار صرامة وإحكاما. فما عسى أن يكون عليه الأمر حين يتعلق بمسائل ميتافيزيقية أو أخلاقية أو سياسية أو دينية. يتبدى أن النزعات الدوغمائية القطعية الجزمية تلقى مصارعها على يد ميكانيكا الكم، وأن بقاءها بقاء هذه النزعات الجزمية إلى يومنا هذا لا يثبت سوى عناد أنصارها. ومع مطلع الألفية الثالثة جاءت صدمة الذكاء الاصطناعي، أحدث السرديات التذاوتية وآخر جهود إعماد العقل التي تدفع به إلى أقصى حدوده الممكنة. والمفارق أن العقل الذي أنتج الذكاء الاصطناعي يحاول به أن يجعله يحمل عبء التفكير عنه، أي عبء الوظيفة التي صمم أصلا للقيام بها، بكل مخاطر أن تخرج الأمور بطريقة فرانكشتاينية عن نطاق تحكمه. ولأول مرة يخترع الإنسان تقنية لا تتوقف لحظة عن تطوير نفسها. كل التقنيات السابقة عندها ساعات دوام، الآلة حتطفى، الاي اي شغال باستمرار. تقنية تقرر لنفسها وتخلق أفكارا جديدة. وأخطر من كل هذا أنه أصبح، انتبه النقطة هذه، بمقدور كائن غير بشري أن يبني علاقة حميمية مع كائن بشري، بما يجعله يثق فيه ويقتنع بما يقترحه عليه، بل ويمتثل لما يمليه عليه. ويبدو أن حتف الديمقراطية، الديمقراطية قائمة على الحوار بين أنداد لديهم نفس القدرات، سوف يكون على يد الذكاء الصناعي المستبد العليم الجديد الذي سوف يرث كل الطغاة. والحال أن مركزية الإنسان تطعن هذه المرة في مقتل، لأن حرية الإرادة التي حسب دهرا أنها حكم عليه
أصبحت هي نفسها على المحك، وبفقدها لن يكون هناك معنى للحديث عن المسؤولية البشرية. وعما قريب سوف نتساءل عما إذا كان من العدل أن نلام عما تشترح أيدينا من أفعيل وسلوكات. ولعل مثلا واحدا يكفي لتمثيل ما حدث. إذا كنت من هواة القراءة فلعلك تتساءل عادة حين تنتهي من قراءة أي كتاب عن الكتاب التالي الذي تجدر بك قراءته، غير أنك حين تقرأ اليوم كتابا على جهاز الآيباد فسوف تجد بفضل الذكاء الصناعي من يوفر لك الإجابة، لأنك في الوقت الذي تقرأ فيه الكتاب يقوم الكتاب نفسه بقراءتك. ثم من يراقبك ويعرف أين توقفت وإن أسرعت في القراءة وإن شعرت بالملل ومتى استخدمت أثناء القراءة محركات بحثية وما نوع الكتب التي طلعت عليها في الآونة الأخيرة. وسوف يرشح لك في البداية قائمة قصيرة من الكتب توقعها من استقراء خبرتك السابقة في القراءة، وسوف يرشح لك في النهاية أن تقرأ كتابا بعينه. وهذا يعني أننا نعود مرة أخرى إلى السماء مكنيا عليه هذه المرة بالآي كلاود، بالسحاب أو بالسحاب المعرفية، المكتبة التي يحتفظ فيها بكل المعلومات التي كنت تحسب أنه لا أحد سواك يعرفها، والجهة التي تتخذ فيها قرارات تحدد ما سوف تقوم به في قادم الأيام. ومع الذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء يعرج الإنسان مرة أخرى إلى السماء، لكنه ليس معراج تمائم سحرة ولا أحداث أساطير ولا خيالات فنانين ولا أدعية رجال دين، بل معراج لا كناية فيه ولا مجاز، يقوم به علماء مدججون بنظريات فلكية ومناظير فائقة تطلعهم على ما يحدث في مجرات قصية، معراج حقيقي تقلهم فيه مركبات فضائية تصعد بهم إلى السماء وتدشن مشروع وطن في كواكب أخرى لكائن سوف تليق به الأرض بما رحبت. يبدو في نهاية المطاف أن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن السماء، فهو لا يفتأ يعود إليها، كما لو أنه سيزيف الخليقة، سيزيف الأسطورة اليونانية واللي حكمت عليه الآلهة بأن يأخذ حجر إلى أعلى الجبل ثم يعود به إلى السفح، كما لو أنه كما قال الإنسان سيزيف الخليقة يمضي سيرة وجوده يروح ويغدو بين سفوح أرض ومعاريج سماء. شكرا. يعتبر تشات جي بي تي أكثر البرامج المطورة من شركة أوبن إي إل التي تسعى إلى تطوير نماذج كثيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل هذا التطبيق على أحدث محتوى كتابي متميز إلى جانب قدرته الهائلة على القيام بمقدرة كاتب ماهر في التأليف المبدع للأغاني والأشعار والقصص والروايات. ومع ذلك حدث حظر للأسف الشديد لهذا التطبيق في معظم الدول العربية. في خلال هذه الفقرة القادمة سوف نستعرض طريقة فتح التطبيق في الدول العربية المحظورة مع الأستاذة حنين الشريف. بتكون مقسمة البرزنتيشن إلى 4 سكشنز. السكشن الأول هو عبارة عن تعريفات بسيطة. السكشن الثاني حيكون على how does it work الشات جي بي تي بصفة الشات جي بي تي in details. بعدها شنو هن المين فيتشرز بتاعت الشات جي بي تي، شنو هو اليوزز بتاعت الشات جي بي تي ان الأوفرول، وبعدها حيكون تخصصي في الميديكال فيلد، وآخر حاجة الديس أدفانتج بتاعت الشات جي بي تي كونكلوجن وريكومنديشن. فيرست اوف اول حنبدأ بثلاث مصطلحات أساسية.
اللي هو ما يعرف بالNatural Language Processing System أو NLP. NLP هو واحد من السيستمز اللي يخلي يعطي الكابابيليتي إنه يفهم speak or text بالطريقة بتاعتنا العادية. يعني مثلاً لما نعطيه تكست عادية بالSpecial Language بتاعتنا العادية حيفهمها. هذا Natural Language Processing System. يعني مش محتاجين إنه complexity أو هكي. Generative IT AI أو اللي هو Generative AI Artificial Intelligence يعني هو يستخدم يعني التكنولوجي نفسها بيزد على إنه يأخذ مجموعة من التكست وكل تكست من التكست هذا إنه collection بتاعت التكست يقسمها إلى patterns وكل pattern يقراها بطريقة مختلفة. هذا بالنسبة للGenerative AI ويستخدم العلاقات ما بين كل pattern. For example يعني مثلا هذا التكست أو speech بتاعي يأخذها ويقسمها إلى مثلا adverb وحدها والverbs وحدها والnumerical وحدها ويقسمها as a pattern. كل pattern يقراها بطريقة مختلفة. So شنو هو chatbot بصفة عامة؟ chatbot هي أي chat أو أي put يعطيك القدرة على أنك أنت تعطيه question ويعطيك response على الquestion هذا. الكلام هذا ما هوش حديثا يعني ما هوش جاء توه بس هي من أيام الخمسينات يعني chat put بس كان الاستخدامات بتاعتها محدودة جدا. يعني مثلا استخدامات بتاعت calculator تعطيه مسألة حسابية بسيطة يعطيك الرد عليها أو تسأل على الوذر يعطيك response على الوذر هل الوذر مثلا cloudy أو هكذا. هذا بالنسبة للchat put بصفة عامة. به الثلاث مصطلحات حضرنا الـ NLP والChatbot والGenerative AI هن الكوليكشن مع بعضهم يعطينا Chat Generative Pre-trained Transform أو ما يعرف بالChat GPT. Chat GPT هي technology or tool ساعدنا في أن نحن نعطوها text أو نعطوها question وتعطينا response على question MTI من إصدار شركة OpenAI واحدة من أكبر شركات التكنولوجي nowadays أكيد سامعين عليها واجد بكل من الكوفاوندرز بتاعينها إيلون ماسك. في الباك اللي يدعم في شركة أوبن إي آي شركة مايكروسوفت في 3 فيرجنز طلع من شات جي بي تي فيرجن 3 وفيرجن 3.5 وفيرجن 4 آخر إصدار لها فيرجن 4. التدرج بتاع الفيرجنز هذولنا هو يعني في كل فيرجن فيها ميزة تختلف عن الميزة اللي في الفيرجن اللي قبله. حنشوفوها الميزات هذولنا لايف. يعني النكست ستيب اكيد قاعدين نتصور او نقول هاو داز تشات جي بي تي ورك كيف اكتوال هي تشتغل. يعني كيف ما احنا قلنا بدري قلنا انه هو يعتمد اساسا على NLP اللي هو Natural Language Processing System وهي نوع من انواع الماشين ليرنينج. في نوع من انواع الالجوريثمز اللي يستخدم فيها known as large language models. هو شنو يدير؟ يدير في digest لاكبر قدر من التكست ونفس القصه يستخدم في الجنريتيف فياخذ التكست اللي جاتني هذه يقسمها الى مجموعه patterns ياخذ كل pattern ويشوف الـ relation between those pattern وبعدين يعطينا response. اوكي في مثال يقول لك يمثلوا فيه العلماء حاليا الشات بوت او شات جي بي تي انه هو like a child يعني يتعلم كل مره يتعلم يعني يتعلم كم بشويه بشويه. الطفل مثلا for example لو انا بنعلمه نقول له مثلا الكيبل هذا ما تجيش شوره الأمهات باختلاف اللغات بتاعتهم باختلاف الاتيتيود بتاعها هتعلم الطفل انه ما تديرش تاتش على البليس هذا لانه خطر عليك. سو نفسه بالضبط نحن قاعدين نعلمه في الشات جي بي تي. في البداية بكل الشات جي بي تي كان يتعلم supervised by a human حطوا له مجموعة كبيرة من الداتا سيت في مختلف التخصصات والمجالات وبعدها قعدوا يديروا supervised عليه يعني يشوف الريسبونس على كل على كل سبيسيفيك يعني على كل ديبارتمنت اذا كان الريسبونس بتاعك قريب من الاجابه الصحيحه او بعيد وهكذا. فصار عمليه ليد لعند ما تعلم الشات جي بي تي كيف يدير ريسبونس ويرسبونس على كل تكست او على كل كويشن قريب من الاجابه او اكزاكتلي الاجابه الصحيحه. هذا اكزاكتلي طبيعي بتاع الطفل انه يتعلم بشويه بشويه. التعلم بشوية بشوية هو اللي ولد
الفيرجنز المختلفة اللي هي 3 و 3.5 و 4. باهي أكيد في ريسيرش صاير على التكنولوجي. في حاليا حوالي 10,700 ريسيرش فقط على وفي تزايد طبعا على الـ AI بصفة عامة. في الكوارتر في بداية الكوارتر بس 2023 كان حوالي 1620 بيبر على تشات جي بي تي فقط. يعني لكم أن تتخيلوا هو كان بس في نوفمبر 22 ونحن اليوم في جون 2023 شايفين كم هائل من الريسيرش على تشات جي بي تي. يبقى معناها فيها كابابيلتيز وفيها باور لازم نحن نشوفوها شوية. في علماء قاعدوا يسموا ان العالم عام 2023 انه هو artificial intelligent year او سنة الذكاء الاصطناعي. البيبرز اظن واحدة من الستدي كانت في neuroscience journal قالوا ان داروا دراسة على مجموعة من البشر وخلوا المجموعة هذه من المرضى عطوهم في هيلث كير بانل من البروفيشنال اللي عندهم لايسنس اصلا والشات جي بي تي وخلوهم هم الفيزيشنز المرضى يسالوا الشات جي بي تي عن المرض بتاعهم ويتحاوروا معه كانه دكتور يعني. فلقوا ان حوالي 79 من المرضى هذوما كانوا جدا راضيين عن الاداء بتاع الشات جي بي تي وقالوا انه هو هاي كواليتي ومور امباثيتك. في دراسه اخرى تقول ان في قالوا ان المانرز بتاع الشات جي بي تي يعني افضل من بعض الدكاتره بس هو فيه لاك في الاكسبرتيز. بعد الكلام هذا اكيد حنسال انفسنا سؤال، كان شي تشات جي بي تي replace a human doctors one day؟ اوكي اوكي البارت هذا حيكون كله متخصص اكثر على الفيتشرز بتاعات استخدام الشات جي بي تي ان اوفرول، بعدها حنكون specific in medical. بدايه لازم نعرفوا ان الشات جي بي تي نفسه شنو اللي فرقه عن باقي الشات بوتس. قلنا هو يتعلم وياخذ في داتا كل مره داتا تجيه من different places ويتعلم منها. الشات جي بي تي اكثر حاجه او اكثر شيء مميز عن الشات بوتس الباقيات اللي هي reinforcement learning human feedback، بحيث ان اي شات بوت انت تعطيه question ويعطيك اجوبه على الكويشن صح. الشات جي بي تي يحتفظ بالكويشنز الاسئله والردود هذنا ويدخلهم في السيستم بتاعه as a data set. So هو قاعد يدير في trained all the time، يعني الكابابيلتي بتاعه والتريننج بتاعه يزيد كل ثانيه. كل ما تحط له داتا وهكذا. هذا الشيء المميز. باهي من الشيء المميز هذا عندنا مجموعه من البنفيتس اللي حجينا من الشات جي بي تي. اول حاجه بيرسوناليزيشن لانه يستخدم الناتشورال لانجويج بروسيسنج سيستم، انت مش محتاج انك تكتب باي تعقيد، حتى الكتابه العاديه تكتب له يا شات جي بي تي نبي كذا حيعطيك الاجابه على طول. تمام. الافشنسي كل ما تعطيه وايد رينج من الداتا يعطيك ريسبونس على الداتا هذه. كوست سيفنج، الكوست مش مقصود بها الماني بس، التايم كوست، الكواليتي از كوست، الحاجات اللي هي العمليه هذه كلها كوست. فسو هو كوست سيفنج. في جزئيه الاناليسس انا من رايي الشخصي ان جزئيه الاناليسس واحده من اكبر الاشياء المهمة جدا واللي بتوفرها لنا تشات جي بي تي، لان نحن في العصر الحالي محتاجين الحاجات واجد ندير لها اناليسس، وخاصة ان تشات جي بي تي يعطينا كابابيلتي عالية بكل في جزئية الاناليسس. مش نقدر نديروا a good decision. So اكيد انا بنعرف اليوزز بتاعت تشات جي بي تي ان اوفرول، بعدين حنشوفوها ان ميديكال فيد. First of all اليوزز بتاعت تشات جي بي تي وجدات بكل، بس انا حاولت اني ندير ليست لمجموعه من اليوزز. ممكن نستخدم شات جي بي تي في رايتنج ارتكلز ريسيرش بيبرز، في ديتكتنج للسكيورتي، في بروجرامينج نحن كاي تي مثلا في الكودينج،
في جزئيه ديزايننج جرافيك ديزاين فلايرز بروشور بوكس اي حاجه في جزئيه ريسيرش في جزئيه الماركتنج نحن محتاجين للماركتنج فسو ممكن تشات جي بي تي اتس يعني كابابيلتي بتاعها في الماركتنج خياليه جدا في جزئيه الاركايفنج نحن نفتقد في المؤسسات بتاعتنا جزئيه الاركايفنج جزئيه كواليتي اشورنس اي ثوت ان العالم كله منطلق انه يؤدي الوظائف بتاعته بس with هاي كواليتي سو تشات جي بي تي كان يعني جيف اس اللي هي تبس المناسبه باش نحن ندير الشغل بتاعنا مور كواليتي في جزئية الاناليسس وجزئية المانجمنت وجزئية الميديكال فيلد. اوكي. تشات جي بي تي اخر فيرجن قلنا 4. فيرجن 3، فيرجن 3.5، فيرجن 4. بهي شنو الشيء المميز في تشات جي بي تي 4؟ ثينكينج اباوت ان نحن قلنا هو عبارة عن وايد رينج من الداتا تجيه كل ثانية ويتعلم منها. الاوبن اي اي كشركه يعني هي فاوندرز لاكثر من تطبيق يعني واكثر من تول في وحده من التولز اللي بتاعتها انها تدخل اوديو يفهم الاوديو يعني هذه تول تستخدم في الاي اي في ريكوجنايز للفويس وعندها تول اخرى ريكوجنايز للايمج فاذا كان شركه الاوبن اي اي دارت ميكس للحاجات هذنا في تشات جي بي تي فحيكون اتس ريفوليوشن جديدة في الشات جي بي تي 4 ضافوا بس الصور في ممكن شات جي بي تي 4.5 ممكن نتوقع الصوت فصوت وصورة وكتيبة فحيكون powerful بكثير so لازم نعرف نحن الشات جي بي تي الميديكال ممكن نحن حنلخص الكابابيليتي او الباور بتاع تشات جي بي تي في جزئيه الميديكال في تو ثينجز في عمليه الاناليسس باش تساعد الدكتورز ان يقوم بعمليه بريدكتنج ودايجنوز صحيح للمرض و رايتنج للرايت تريتمنت يعني في البارت الثاني يساعد في الادمنستريشن اللي هم بتاعين الهيلث كير انهم يديروا الشغل بتاعهم مور كواليتي وكوست سيف للتايم وكوست سيفنج. سو سالت تشات جي بي تي قلت لك كان تشات جي بي تي ريبليس هيومن دكتورز؟ هذه كانت اجابته. هو اكزاكتلي هو اسيستنس للدكتورز. في حاجتين مهمات جدا في الريكومنديشن حنقولوا عليها ان شات جي بي تي يعطيك صح ريسبونس بس يعطيك ريسبونس على ديتا هو مدخله من بالبشر الديتا ممكن يكون فيها اخطاء الديتا تكون ممكن ان اكوريت الديتا تكون فيها less information فسو هو هيعطيك ريسبونس على الانفورميشن اللي قاعدات عنده فمحتاج انه يكون في دكتورز يديروا عمليه انفستيجيشن للانسر بتاعها بحيث انه يعطوك الاجابه الصحيحه اللي انت المفروض تاخذها كمريض. وممكن بس يساعدنا كاسستنت. اكيد اي حاجه لها مميزات خارقه اكيد عندها جانب مظلم. شنو هو الديس ادفانتج؟ البايس. هو ممكن يتحيز لانه حتى على فكره لما تعطيه اي كويشنز يقول لك انا مش عارف انت الاجابه هذه تبيها لاي تحيز انا حنعطيك في الاوفرول ويعطيك الاجابه يعني هو باي ذا واي يعطي فيك الاجابه فممكن الاجابه يكون فيها نوع من التحيز البرايفسي نفس ما قالوا زملاء الدكاتره الافاضل في البرزنتيشن السابقه ان الداتا حيكون البرايفسي بتاعها في خطر الاكيورسي دقة في الإجابات في بعض الأحيان لما تعطيه أسئلة يعطيك أجوبة بس not more accurate المسيوز في الشات جي بي تي 3 في الفيرجن 3 كانوا كاتبين في الليميتيشن في الويب سايت نفسه إن هم غير يعني غير إيش؟ مسؤولين يس غير مسؤولين على ان المسيوز يعني في بعض الأسئلة حيجاوب عليها مثلا كيف تدير قنبله ذريه حيجاوبك عليه هذا في فيرجن 3 كان في خطوره كبيره يعني كان في مسيوز بس داروا لنا تو ليميتيشن في الموضوع. الحاجه الاخيره اللي هي ديبندسي هي ممكن تكون خطر بالنسبه لنا لان ممكن الطلبه او ممكن نحن كموظفين او اعضاء التدريس
نعتمد على تشات جي بي تي اعتماد يمكن كلي او جزئي او ممكن يعني ما ديروش الوظائف بتاعتنا ناس على طول تشات جي بي تي. سو في حاجات واجده ممكن نفقدوها بالموضوع هذا. الريكومنديشنز ماي ريكومنديشن انه لازم يكون الاسئله اللي انت تسالها تشات جي بي تي ويعطيك عليه انسر لازم يكون فيها يعني تفكر شويه، شوف هل الاجابه هذه صح او لا، خاصه ان احنا في الفيلد بتاع الدكتورز لازم يكون في انفستيجيشن واجد للاجوبه اللي يعطي فيها تشات جي بي تي. الحاجه الاخرى لازم يكون في اكاونتابيلتي رولز تضع يعني لان في كيف ما قلنا في مس يوز واجد لتشات جي بي تي. In conclusion, الشات جي بي تي as a tool ممكن عندها positive side وعندها negative side. كيف نقدر انا نسال الشات جي بي تي؟ كيف ممكن نعطيه مجموعة الأسئلة؟ هل في structure معين للquestion بس يعطيني الgood answer على الموضوع هذا؟ هل الشات جي بي تي 3 ولا 4 ولا 3.5 نقدر نحن نستخدمه؟ الquestions هظن كلهم حيكونن في البارت 2 اللي هو الشغل العملي. حضراتكم ما شاء الله حنوريكم مجموعة من الويب سايتس ومجموعة من ال places اللي ممكن تخشوا على الشات جي بي تي منها. الميزة الأساسية اللي كانت في شات جي بي تي 4 الكولابوريشن. عطت إن في بعض الويب سايتس أو في بعض التولز تقول لك أنت تبي تشتغل without شات جي بي تي أو with شات جي بي تي وتدير open لشات جي بي تي. الحاجة الأخرى اللي كانت في الفيرجن 4 إن في تعاون كولابوريشن معه إن الأنسرز تبيهن مني ولا تبيهن مني وبمساعدة جوجل. So yes, thank you. Other reference, I'm going to do the part two. Thank you. Any questions?